مسند الإمام الحافظ الحجة الفقيه الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي، رجل عاش في القرن الثاني الهجري من الباطنة، من لواء، من غضفان تحديدا، عاش في القرن الثاني وانتقل من هذه القرية التي نشأ فيها إلى أن سكن البصرة، والتقى هناك بالإمام التابعي الكبير والفقيه الشهير أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي، وطلب العلم عليه وتلقى العلم منه، وأبو عبيدة تابعي تلقى العلم عن فقهاء الصحابة، وتلقى العلم عن كبير فقهاء التابعين الإمام جابر بن زيد اليحمدي الأزدي من فرق من نزوة، والإمام الربيع صنف هذا الكتاب كتاب المسند، وله كتاب آخر اسمه الرسالة الحجة كذلك، وله كتاب فتي الربيع، ومن قرأ كتب التراث العماني وجد أن الإمام الربيع شائع الصيت ذائع الذكر فيها. وهذا الكتاب كتاب نفيس جدا، كتاب ثمين، كتاب الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع كتاب ثمين نفيس جدا، لأن الإمام الربيع ثقة ثبت فقيه عالم، روى أحاديث هذا الكتاب عن الإمام أبي عبيدة الثقة الفقيه العالم، وأبو عبيدة روى هذه الأحاديث عن الإمام جابر بن زيد الثقة الفقيه العالم، وجابر بن زيد روى هذه الأحاديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن الكبر الكملة، عن ابن عباس وعائشة وأنس وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وغيرهم من كبار الصحابة، وهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فربيعنا عن مسلم، عن جابر، عن عائش، عن طيب، عن أطهر، عن لوحه المحفوظ، عن رب السماء، فاخضع لذا الإسناد طوعا واشكري. مرة كان عجبا. فربيعنا عن مسلم، عن جابر، عن عائش، عن طيب، عن أطهر، عن لوحه المحفوظ، عن رب السماء، فاخضع لذا الإسناد طوعا واشكري. هذا الكلام، هذا نظم الشيخ سالم بن حمد الحارث رحمه الله. بن شيخان قبله ابن شيخان يقول: فربيعنا عن مسلم، عن جابر، عن كابر، عن كابر، عن كابر. فربيعنا عن مسلم، عن جابر، عن كابر، عن كابر، عن كابر. ومن أراد تراجم يعني ذكر سيرة هؤلاء وأخبارهم وأحوالهم، الربيع وأبي عبيدة وجابر، فعليه بكتاب السير للعلامة الشماخي، وكتاب الطبقات للعلامة الدرجيني، فقد ذكر صورا من سيرهم ونماذج من أخبارهم.